ونتابع في بداية هذه النشرة وصول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى بغداد للمشاركة في قمة دول جوار العراق. هذه القمة التي تنطلق صباح السبت وتشارك فيها دول جوار العراق في مسعى لعودة بغداد إلى دورها الإقليمي في ظل ظروف محيطة إن كان بالعراق أو بدول المنطقة مجموعة من التطورات المتلاحقة. هذا الدور الذي تسعى إليه بغداد يأتي بعد جولات عديدة قام بها رئيس الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى زيارات جاءت إلى بغداد من أجل التأكيد على أهمية عودة العراق مرة أخرى ليلعب دور هام في القضايا المحورية والمصيرية للمنطقة. هذه الدعوة التي وجهتها بغداد إلى العديد من دول الجوار، منها الدول الخليجية ومصر والأردن وتركيا، وأيضا بمشاركة من فرنسا والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية. هذه القمة التي من المنتظر أن تنطلق صباح السبت ستناقش العديد من الموضوعات، منها إرساء الأمن في المنطقة وأيضا قواعد للتعاون والشراكة واستثمار القدرات المتاحة لهذه الدول والعمل على الإيجابيات التي يمكن أن تربط بين دول التي سوف تشارك في هذه القمة. هناك العديد من التصريحات التي سبقت القمة من المسؤولين العراقيين الذين يعولوا كثيرا على نجاح هذه القمة، وبدأت بوادر هذا النجاح بتأكيد أن الرئيس الفرنسي سيشارك في هذه القمة، وهو قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد ليكون أول الحاضرين لهذه القمة. بغداد استعدت بالعديد من الإجراءات الأمنية المشددة حتى تستطيع أن تمر هذه القمة بسلام، فمنذ سنوات لم تعقد قمة بهذا المستوى في العاصمة بغداد نظرا لظروف أمنية وأيضا لبعض المشكلات السياسية الداخلية، ولكن مرة أخرى بعد العديد من التحركات التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي الذي كان في مقدمة مستقبل الرئيس الفرنسي، وهما الآن على أرض بغداد ليكون الرئيس الفرنسي هو أول من يشارك في هذه القمة ويحضر هذه القمة. دعوات وفكرة هذه القمة جاءت في سعي بغداد من أجل أن يكون التعاون هو الأساس في المرحلة القادمة، وحتى لا تصبح العراق هي أرض المعركة أو أرض الصراع، فكانت الدعوة التي قوبلت بالموافقة من دول العديدة التي ستشارك رغم وجود بعض التشابكات بين هذه الدول، لا سيما إيران والولايات المتحدة والدول الخليجية ومصر والأردن وفرنسا. هذا التجمع الذي تأمل بغداد أن يخرج بنتيجة إيجابية يمكن أن تساعد لحل العديد من الخلافات التي تقع في هذه المنطقة، وأيضا تسبب العديد من الأزمات داخل العراق. لذا كانت هذه الدعوة وهذا التوجه من بغداد على أن تقوم بهذا الدور، وأطلقت على هذه القمة الشراكة والتعاون. هناك تأكيدات على أن المشاركة ستكون واسعة في هذه القمة، وهذا يدل على أهمية الحضور، كما أكد عدد من الحاضرين بأنه سيتم التأسيس على فكرة التعاون ونبذ هذه الخلافات جانباً أو ترك الملفات التي ما زالت عالقة والعمل على الملفات التي يمكن أن يكون هناك تعاون بين الدول فيها. هناك العديد من المسؤولين في العراق الذين أكدوا على أن العراق بما يملكه من إمكانيات بشرية وموارد طبيعية لابد أن يتم الاستفادة منها والاستثمار فيها، وكان هذا هو التحرك والبعد عن
المشكلات إن كان الداخلية أو الإقليمية التي تؤثر على الداخل العراقي.